ازيكم يا شباب، اهلا بيكم في حلقه جديده من جيمز تو ايجيبت. كلنا عارفين ان الابطال او حتى الاشرار هم اللي بيشكلوا اساس الالعاب، وساعات بفضلهم اللعبه ممكن تنجح بشكل كامل لدرجه ان هم ممكن يتعمل لهم افلام مخصصه او حتى مسلسلات وانمي. لكن المفاجاه بجد لما تكون بتلعب لعبه عاديه تماما ويظهر لك بشكل مفاجئ بدون مقدمات شخصيه ايقونيه تانية من لعبه مختلفه وبدون اي سبب، لانها مش بتبقى مجرد ايستر ايج او حتى سكين وثيم من المطورين عاملينه. بالتالي انا مش هركز على شخصيات السكينز اللي بتبقى في ببجي وفورتنايت، لا انا هركز في اغرب 7 شخصيات محبوبة ظهرت في العاب اخرى بشكل كامل. Let's go. Evil is evil. Lesser, greater, middling. The degree is arbitrary. The definition's blurred. If I'm to choose between one evil and another, I'd rather not choose at all. اول شخصية هنبدأ بيها ورقم 7 عظيمة جدا وايقونية، وفعلا حابب افتتح بيها الليستة دي لان رغم شهرتها الرهيبة هي من اجدد الشخصيات اللي اتقدمت اصلا في عالم الالعاب، وانا بتكلم هنا عن جيرالت اوف ريفيا، بطل طبعا سلسلة ويتشر اللي تعتبر من افضل لو مش احلى العاب الاكشن ار بي جي اللي اتعملت في التاريخ، وده دايما الجانرا اللي بتيجي على بالك لما بتفكر في شخصية زي جيرالت، انك هتفتكر دايما المهمات الجميلة لصيد الوحوش النادرة واستكشاف بقى مدن زي نيلفجارد وسكاليجي وغيرهم من عوالم الفانتازيا. بس هل رغم العظمة دي كلها نقدر نشوف شخصية زي جيرالت تبقى في جانرا تانية غير الاكشن ار بي جي؟ ايوه، اهمهم لعبة العظيمة الفايتنج جيم سول كاليبر 6. جيرالت طلع فيها جيست بشكل كامل لضرباته والموف سيتس الخاصة بيه، والمفاجأة ان هو يعتبر للفانز اللعبة من اكتر الشخصيات اساسا المحبوبة، مش مجرد ثيم او مجرد ديل سي ملوش لازمة. وفيها عندك برضو لعبة دايمن اكس ماكينة، طبعا اللعبة دي نوعا ما اكشن ماتشينز وشغل الماكينة زي العاب زي زون اندرز الملوش اي علاقة بويتشر اساسا. هنا جايبين جيرالت في الدي ال سي وكمان معاه سيري زي ما انتم شايفين بيطلعوا ليزر وبيعملوا حاجات غريبه عمرك ما تتخيلها منهم، من اغرب الكروس اوفر اللي اتعملت تقريبا في التاريخ. وطبعا برضو جيرالت موجود في لعبه تانية زي مونستر هانتر، اهو دي لعبه بقى عالم مفتوح واكشن ار بي جي وفيها صيد وحوش، فده كروس اوفر يعتبر فت وملائم على شخصيه زي جيرالت. نخش بعد كده على رقم 6 واللي اختار فيه شخصية تقريبا تعتبر ماسكوت وايقونة مسجلة لمايكروسوفت وصاحب الفضل لحبنا لأعظم حصرية عندهم، انا بتكلم عن ماستر تشيف. طبعا ده بطل سلسلة هيلو الشهيرة، لعبة كانت سبب رئيسي اصلا بالنسبة لي شخصيا ان انا احب المنظور الاول زمان وبالذات الجزء كومبات ايفولف، ومن ساعتها اصلا طول ما الواحد بيشوف اصلا ماستر تشيف طول ما انت هتفتكر الفيرست بيرسون. بس هل منتظر من شخصية زي دي انك انت تشوفها في اي جنرا او اجواء تانية غير الفضاء؟ ايوه، مايكروسوفت بقى استغلت طبعا حب الناس لماستر تشيف وطلعته في العاب ملهاش اي علاقه بيه زي مثلا حصريتهم الجباره الثانيه فورزا هورايزن 4. ايوه يا شباب، طلع في لعبه سباق وطبعا اتعملت كدعايه لهيلو كولكشن ان هم ادوا كودز للناس ان هم يقدروا يلعبوا بالوور ثوك نفسها العربيه الحربيه المشهوره لسلسله هيلو. ماستر تشيف هو اللي سايق، وكمان عندك صوت الاي اي كورتانا بنفسها هي النافيجيتر بتاعك واللي بتعرفك السكه سواء تخش يمين او شمال. فالموضوع ما كانش مجرد سكين او حاجه بسيطه، لا ده جست بشكل كامل في اللعبه. الاغرب من كده ان هم حطوه في لعبه سوبر بومبر مان ار اللي هي اول ما نزلت الاكس بوكس كنوع من الكولابريشن، عملوا شخصيه ماستر تشيف مخصوصه وعملوا له تريلر كمان ليه ان هو نازل كشخصيه بشكل بومبر مان اللي احنا عارفينه ويبقى اساسي في اللعبه في الدي ال سي. فماستر تشيف من الشخصيات اللي فاجئتنا في العاب ملهاش اي علاقه بالعالم بتاعه. ونخش بعد كده على شخصية مهمة ورقم 5 وحبيناها في وقت قليل رغم ان كان في القصة بتاعته فيها بعض المشاكل، انا بتكلم طبعا عن نوكتس لوتشس بطل جزء فاينل فانتسي 15. اهو نوكتس ده اول ما شفته في عالم مفتوح واكشن ار بي جي ونوعا ما اتعلقت بيه، وفكرة ان هو من عيلة ملكية وعايز يحارب الديكتاتور الجديد ويرجع مجد عيلته الملكية تاني
حسيت كده من القصة وشكله ان هو صعب قوي اشوفه في العاب تانية، بالاخص ان العالم نفسه متأسس ان هو يكون كالعادة فانتازيا، تضرباته نفسها وحركاته مش هتعرف تتخيلها اصلا الا في العاب عالم مفتوح مثلا تانية. رغم ذلك بقى عادي خالص تيكن 7 فاجئتنا اللي هما جابوا الشخصية دي كجست فيها، رغم ان انا المفروض ما كنتش استغرب لانها برضو جابت نيجن الفيلن المعروف طبعا في ووكينج ديد، بس نوكتس في فايتنج جيم لان ضرباته دايما بتعتمد على التليبورتيشن وشغل رينج، ده كان مفاجأة كبيرة جدا لناس كتير، وفي ناس عجبتهم جدا ومبسوطين وشايفينه كمان من الفايترز الاقوياء بالذات في البوكس والرينجات. فسواء كده او كده ظهوره في لعبه زي تيكن كان مفاجئ الحقيقه، بس يعتبر مش اغرب من هو يطلع بشكل اساسي ككاركتر بتختارها في لعبه ابعد البعد عن اي حاجه وهي بازل اند دراجونز. ايوه اللعبه اللي شبه كاندي كراش دي من زمان اصلا وهي بتعمل كولابريشن مع سلسله فاينل فانسي، بس وقفت لسنين كتير ورجعوا بقى بكولابريشن، اخذوا نوكتس من فاينل فانسي 15 كشخصيه اساسيه بالكروت بتاعتهم اللي موجوده في اللعبه. نخش بقى على اخر اختيار معانا قبل ما نبدا الاونربل منشنز، ورقم 4 شخصيه محبوبه في عالم الرعب جدا صعب تشوفه برضو في اجواء تانية، وانا بتكلم عن ايزاك كلارك بطل طبعا سلسله ديد سبيس العظيمه، واللي دايما بنشوفها مظلومه نوعا ما لانها ماستر بيس حرفيا بالذات الجزء الاول، بنظام بقى كلوز كوارتر في الفضاء ووحوش الايقونيه النيكرومورف اللي خلانا لوحدنا نتعلق اصلا بشخصيه ايزاك كلارك في اجواء طبعا المظلمه بالجامب سكيرز اللي ما تنساهاش. شخصيه زي دي انت مش متصورها في اي جنرة تانية، بس هل ده حصل فعلا؟ لا، اول لعبة فاجئتنا وجابته من هو معلوش اي علاقة بيها هي سكيت 3. ايوه طلع جست فيها بشكل اساسي حتى بالبدلة بتاعته بالكامل ومعاه كمان سكيت بورد تحسها فضائية، فدي كانت نوعا ما افضل من انها تكون سكين طبيعي، وبس ادينا عرفنا ايزاك كلارك بيعمل ايه في وقت الراحة بتاعته من الفضاء. ايه اصلا الملكين حقوق الشخصية دي حبت بقى تروق عليه زي مثلا NBA جام. ايوه طلع يلعب باسكتبول فيها، وحتى عندك دراجن اتش 2 اللي خلت يبقى فيه ارمر ست كامل بشكل ايزاك وحركاته المخصوصة. ما شاء الله احنا عارفين كلنا EA، وانا مقتنع تخيل النيكرومورف لما يشوفوا البطل بتاعهم اللي بيهنهم في ديد سبيس بالشكل الجميل دوت هيعملوا ايه. ودلوقتي نخش سريعا على الانربل منشنز وشخصيات ايقونيه وجودهم فعلا فاجئنا، زي اولا بيراميد هيد اللي معروف طبعا وايقونه سايلنت هيل اللي دايما كان بيرعبنا بشكل غير طبيعي، وفعلا عمر الواحد كان يتخيل ان هو ممكن يشوفه يوم الايام في لعبه سباق اسمها تراك اند فيلد، كمان ليه سرعات المخصصه ليه. وعندك برضه شخصيه طالعه وظاهره بشكل كامل بقوتها حتى في لعبه مختلفه عنه، وهو طبعا ريدن من مورتال كومبات، طلعوه في لعبه انريل تورنمنت بقدرته المعروفه، وكانت الحقيقه مفاجاه رهيبه لناس كتير لانهم حبوه وفعلا من الشخصيات الممتازة والقوية في اللعبة. وبرضو عندك الماينكرافت كريبرز المشهورين طبعا لاي حد لعب ماينكرافت، ظهروا بقى في دانجن كامل في لعبة بوردر لاندز بتواجههم فيها، وكانت مفاجأة ان اي شيء اصلا من ماينكرافت يطلع بشكل رسمي في مهمة اساسية في لعبة تانية. وبكده يا شباب اكون خلصت الاونربل منشنز، نخش بقى على التوب 3 ورقم 3 من اهم الشخصيات الايقونيه المعروفه والالعاب بتحب اصلا تجيبه في كروس اوفر بتاعها لحب الناس ليه، انا بتكلم عن دانتي بطل عظيم لسلسله ديفل ماي كراي الشهيره واللي غيرت في عالم الالعاب واللي نقدر نقول اساس جنرا الهاكن سلاش، لان زي ما احنا عارفين صائد الشياطين هو واخوه فيرجل دايما كانوا مصدر الباد اس في الالعاب، والكاريزما بتاعته الرهيبه فعلا خلت اليابانيين كلهم اصلا يحبوه لدرجه ان هم طلعوه اولا في لعبه اخرى ار بي جي زمان ملهاش اي علاقه بالهاكن سلاش ولا حتى ديفل ماي كراي، وهي شين ميجامي تنسي اللي تعتبر من امتع الالعاب اللي لعبتها زمان ار بي جي على بلاي ستيشن 2، واللي نزلوه برضه كشخصيه دي ال سي اساسيه في اللعبه كذا جزء ليها. بصراحه كونه كصائد شياطين لايق على فكره الاحداث اللي بتحصل في اللعبه في عالم نوكتورن، لانك ينفع تعمله ريكروت بقواته بشكل كامل، فكان كروس اوفر لطيف. غير ان دانتي طلعوه برضو في فايتنج جيمز كتيره جدا زي سوبر سماش وبلاي ستيشن رويال، بس اللي عجبني ان هو طلعوه في لعبه قديمه كده كلاسيكيه اسمها بيوتيفول جو اللي كان ليه دور مهم جدا فيها، ان هو اصلا كمان مهم ان هو ينقذ تريس بضرباته وحركاته. حتى مونستر هانتر كابكوم طبعا عملت ايفنت كامل مخصوص لدانتي زي مثلا ما حطوا لنا فيها ريو، فعادي خالص كنا نشوف دانتي فيها.
نخش بقى على الاختيار التاني اللي برضو يعتبر شخصية محبوبة بطريقة غريبة في اليابان وفي العالم اصلا كله، وهو سوليد سنيك، بطل طبعا سلسلة متل جير سوليد. اللعبة الاسبيوناج وعظمة التسلل مش هتلاقي حد عملها افضل من الاخر من متل جير سوليد، لانها كانت علامة مسجلة وجيم تشينجر بشكل غير طبيعي، والشكر طبعا يرجع كله لكوجيما. بس بقى حصل كروس اوفر وظهور لسنيك في حاجات كتيرة جدا من سوبر سماش وبومبر مان حتى وتراكن فيلد، بس كلهم كان كاسكين نوعا ما اكتر من اي حاجة تانية. لكن انا حطيت بقى الشخصية دي في رقم 2 بالذات عشان ظهر بشكل غير طبيعي مش متعودين عليه بمهماته اصلا واسم لعبته كمان في لعبة تانية، وهي لعبة اسمها ايب اسكيب 3. اللعبة دي انت بتلعب بقرد في بلاتفورم قديمة ملاش اي علاقة اصلا بالتسلل ولا الحاجات اللي انا شفناها سوليد سنيك، رغم ذلك عملوا فيها ميني جيم اسمه ميتل جير سوليد، طبعا بتلعبه باسم اللعبة ميتل جير، وكمان الشخصية اسمها بيبو سنيك اللي هو اكيد سوليد سنيك. المفروض انت بتواجه الجوريلا ايبس التانيين اللي هم طالبين 10 بليون موزة، والا ان هم هيدمروا العالم بالنووي بتاعهم. يعني الموضوع زي ما انتوا شايفين اكبر من فكرة شخصية ظهرت في لعبة، لأ ده ايفنت وميني جيم كاملة بمهماته وافكار اصلا السلسلة واسمها اتحطت في لعبة تانية، فعشان كده كان لازم يتحط في رقم 2. Well, I guess that's the way it goes. We'll probably meet again somewhere. ننهي بقى الفيديو دوت بتاعنا باختيار رقم 1 اللي كان لازم يبقى موجود معانا والسبب الرئيسي هنعرفه دلوقتي، وهو المفضل بالنسبة لي في جميع الشخصيات، ألا وهو كريتوس، بطل طبعا سلسلة جادو فور من أشهر وأمتع ألعاب الهاكن سلاش اللي غيرت كتير في الصناعة وأثرت في كل جيمر حقيقي وأفضل من صور أصلا أي ميثولوجية خيالية سواء إغريقية أو حتى اسكندنافية في أي ميديا أو عمل فني عموما. وبكل صراحة كريتوس هو الهيبة وهو العظمة وهو نبعد خالص عن هنا شفناه دلوقتي دوت، لان احنا ملناش علاقه زي ما قلنا ولا بفورتنايت ولا ببجي، دول بيجيبوا الشخصيات عشان يخسفوا بيها الارض. اولا احنا عندنا مورتال كومبات 9 طبعا، اللعبه الجميله جدا الفايتنج جيم الدمويه اللي يتماشى معاها شخصيه زي كريتوس عنيف ودموي، فكانت لعبة انا شايفها بصراحة يستاهل ان هو يكون فيها. بس ايه بقى الالعاب اللي فاجئتنا بجد بوجود شخصية زي كريتوس؟ هي يا شباب شوفل نايت. ايوه تخيل لعبة البلاتفورم العظيمة المعروفة دي طلع فيها كريتوس بشكل اساسي كفيلن في منطقة معينة بحركاته وكل حاجة معمولة خصيصا للشخصية دي. واللي ضحك بقى وسبب ان انا احط رقم 1 لان بجد ابهرني فكرة ان المخرج اللعبة نفسه كورلي بارلج طلع وقالك ان شوفل نايت اللعبة دي احداثها اصلا واللور بتاعها كانن واساسي في اللور بتاع جادو فور. انت متخيل ان القصتين ليهم علاقة ببعض؟ فده انا مش فاهم ازاي وليه، بس قالك هتشوفوا بعدين، والموضوع يا جماعة مش ترول تقدروا تشوفوه بنفسكوا. يكفي ان كريتوس اصلا سماه جوست اوف شوفلز، فده كان لازم لوحدها تخليها اصلا رقم 1. ده طبعا بعيدا عن القنبلة النووية بقى everybody's golf. اللعبة دي مطلع كريتوس بشكل عظيم ما تشافش قبل كده. اتمنى من كل قلبي ان المخرج برضو يطلع يقولك ان احداث اللعبة اللي انا شايفها قدامي دي اساسية في القصة بتاع جادو فور. بس اخيرا جه اليوم اللي نشوف كريتوس بيبتسم وبيحب يلعب اي رياضة. وبكده يا شباب نكون خلصنا اعظم 7 اشخاص ظهروا في العاب اخرى. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وتزوروا موقعنا الرسمي للستور اللي هتلاقوه تحت في الوصف مع كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بينا. يلا شباب see you in the next video.